التصريحات التي أطلقها القادة الأمنيون في الاستعراض العسكري الذي شهدته العاصمة بغداد بأن تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي بات قريبا عززت من ثقة العراقيين بجيشهم وقدرته على إعادة كرامتهم التي امتهنت من تنظيم أعمى لا يعرف إلا القتل والدمار. إظهار القوة وفرحة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في الفلوجة وفي جنوب نينوى كان الشعار الأبرز للاستعراض العسكري الذي شهده قلب العاصمة بغداد. فبعد يوم من التحضيرات التي تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة تجمعت مختلف الصنوف العسكرية لتشكل كراديساً في ساحة التحرير، استعراض حضره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بحضور عددا من القادة الأمنيين وأعضاء البرلمان وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق. إلا أن الملفت للنظر أن رئيس الوزراء جلس في منصة تحية الصنوف الأمنية دون أن يشاركه فيها أي من المسؤولين أو الوزراء الأمنيين. الاستعراض رسالة اطمئنان للشعب العراقي بعد تحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي، وهو دليل على ثقة الشارع العراقي بالأجهزة الأمنية، خصوصاً وأن العديد من الأبرياء ما يزالون تحت سيطرة التنظيم الإرهابي كأسرى وهم بانتظار القوات الأمنية لتخليصهم من الظلم الداعشي. الاستعراض بحد ذاته هو رسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي بعد ما تم تحرير كثير من الأرض في الأنبار وفي صلاح الدين وفي ديالة، وبدأت معارك التحرير في الموصل. هذا دليل على ثقة الشعب بقواتنا الأمنية. القوة الجوية أكدت أنها تشهد نشاطاً كبيراً، خصوصاً وأنها توفرت لها العديد من الأسلحة الحديثة التي مكنتها من أن تسهم إسهاماً فاعلاً في الحرب التي تسير بخطى ثابتة صوب تحرير المدن. طيران الجيش والقوة الجوية بدأت تتكامل تكامل سريع جداً، وصلت أعداد جديدة من الطائرات والأسلحة والمعدات وأجهزة استشعار وصواريخ موجهة. تدريب الطيارين بدأ يتحول إلى تدريب جداً راقي، أصبحت لهم خبرة طويلة في المعارك. لجنة الأمن والدفاع التي كانت حاضرة في الاستعراض متمثلة برئيسها النائب حاكم الزاملي أشارت إلى أن القوات الأمنية تواصل التقدم صوب مدينة الموصل، خصوصاً بعد تحرير قاعدة القيارة، وهما يعني أن صفحة داعش الإرهابي في العراق قد انتهت. هي رسالة واضحة، لأنه بعد تحرير الفلوجة، بعد تحرير الرمادي، وبعد السيطرة على قاعة القيارة التي لم تفصلنا إلا 50 كيلومتر عن مدينة الموصل، الآن صفحة داعش قد انتهت وبدأنا بصفحة الانتصار. هذا يدلل على أن نعم نحن نحارب داعش لكن نقيم الاستعراضات. وعلى ما يبدو فإن القوات الأمنية تسير بالفعل بخطى ثابتة صوب تحرير الموصل التي تعد آخر معقل للتنظيم الإرهابي في العراق، وهو ما يجب على جميع العمل على التعاطي مع تبعاته السلبية التي تركها خلفه في مناطق باتت تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، خصوصاً بعد أن أتى الإرهاب الأعمى على بناها التحتية.